القديرة سهير فهد رح تكون ضيفتنا اليوم ببرنامج عفواً، لكن كيف رح تكون ردة فعلها على المقلب اللي رح نعمله معها؟ خليكم معنا لحتى تعرفوا الإجابة. يلا هيك تلقائي أحلى، أنا بحب الهواء ما بحب التسجيل والله دائماً. يعني وهي نازلة القطاع عرفت كيف؟ يلا سريعاً. أيوة قبل التحضيرات صح. يلا. يسعد أوقاتكم وصباحكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وفقرة جديدة ضمن برنامجنا. واليوم معنا هيك ضيفة محبوبة من الكل، دائما متألقة ومثلت بالعديد من الأدوار ووصلت العالمية طبعا، وهي الفنانة القديرة سهير رمزي. فأهلا وسهلا فيك سهير فهد. سهير فهد عفوا. طبعا يعني احنا هيك على عجلة جبناكي، عندك تحضيرات وكواليس لبرنامج ومسلسل جديد، فكل التوفيق حبيبتي. وشو عم بتحضرينا هيك أعمال جديدة؟ يعني إذا بدك نحكي بشهر رمضان عندي هذا العام إضافة للمسلسل اللي أنا بحبه كتير كتير كتير، ومش لأني بفلسطين، أنا بحب هذا العمل فعلا، إضافة لكفر اللوز عندي مسلسل بعنوان رعود المزن، مسلسل بعنوان الخوابي، ومسلسل بعنوان سوق الحرير إن شاء الله. كل التوفيق وهيك على طول دائما نجاحك وأعمالك تحكي عنك. بس خلينا نرجع هيك شوي لزمان، نحكي عن دورك بالأفلام اللي شاركتي فيها. يعني امتى بلشت يعني بحياتي؟ انا ما اشتغلتش مصري كثير، يعني هم كانوا يجوا على الاردن يشتغلوا يشتغلوا، يعني كان في اعمال مشتركه بين الاردن ومصر وسوريا، فكانوا يعني كان معظم اعمالنا انه يعني انا شاركت مصر مهرجانات مسرحيه اكثر منها افلام يعني سينمائيه يعني. طب اكيد بتوصلك سيناريوهات لكثير اعمال، فاحكينا على اي اساس بتوافقي على سيناريو معين؟ ومثلا اذا بنحكي برضه عن شيء قديم، كيف وافقتي تشاركي بفيلم اقوى الرجال؟ يعني انا بدي يعني احنا على اللايف بس انه انت مخربطه، انا سهير فهد مش سهير رمزي. اوكي اسفين على هذا الفيلم. فنانه عظيمه جدا وفنانه مصريه. يعني بس احنا بنقدر نحكي عن مسلسلات الدراميه البدويه، المسلسل كفر اللوز اللي قاعدين عم نشتغله هلا برمضان، نقدر نحكي عن تجربتنا بفلسطين. نقدر نحكي عن مسلسل ولاد المختار وحبيبة عمري. الله يسعدك، أمنيات التوفيق. تسلميلي. هلا كمان في مخرجين عرب اكيد مبدعين كلهم اشتغلتي معهم، لكن في اسم معين حبيت الشغل معه او حابه انك تشتغلي معه؟ يعني اكيد في مخرجين كثير عرب بيكون في طموح انه احنا نشتغل معهم، يعني فيش اسماء بحد ذاتها، يعني الله يرحمه كنت بحب اكون امام كاميرا شوقي الماجري، يعني في مخرجين مهمين في العالم العربي، واكيد كل حدا بيكون له بصمه معينه، كل حدا بيكون له تاريخ معين وطريقه معينه، فكل احترام لكل مخرجين اكيد كل التحيه لهم. طب في اعمال فنيه قدمتيها شاركتي فيها بس ندمانه عليها، وشو السبب؟ في اكيد يعني بيكون مرات انه انت بتكوني معتقده انه الحاله العامه حتاخذ مجرى معين، لكن بتلاقي انه اثناء التصوير بتاخذ تراك ثاني، فاكيد بتندمي، بس بعد هيك بتكتسبي خبره بطريقه الاعتذار عن هذا العمل وليش يعني. طب مين اكثر ممثل ارتحتي بالعمل معاه؟ يعني بدي اخيرك بين اثنين، عادل امام ولا سمير غانم؟ للاسف تنين ما اشتغلتش معهم ولا حتى بالمسرحيات. لا لا للاسف. حبيبتي نغومه. شكرا لكم. اكيد يعني انا حابه انه نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا معك، لانه نكسب وجودك معنا هون بفلسطين وبنابلس تحديدا، فخليكم معنا مشاهدينا الاعزاء، فاصل وراجعين. طلعنا فاصل. هاي الفقره لازم تلتغى. ماما انا اسمي سهير فهد فنانة اردنية. انا بعرفك بالعكس. انت عم تحكي عن سهير رمزي، مين اعدل لك المادة؟ يعني عندنا سهير رمزي فنانة مصرية وموجودة مصر عرفتي. انا اسفة يعني مش عارفة شو احكي لك، حقك علي، بس شكله من السرعة واحنا نازلين اعطوني الورقة، فيعني
فعلا فانه خلص انا ترجع ليش يعني لانه حسيت في احراج انا المقابله يعني انا بعرفك كيف. وبالعكس تربينا على كل اعمالك يعني وكثير بحبك واهلي بموت عليك انا مش متضايقه حبيبتي ولا يهمك اللي المعيد اعطاك شيء غلط تمام فشكله من السرعه يعني ما يهمك بس انا عم بقول لك سويفيت سويفيت كان مفروض غيري على طول طبيعتي الاسئله ما انا يعني ملتزمه بالاسئله والحوار اللي عادل ما فانا صراحه يعني شوف يعني اوكي بعرفك وتابعنا بعض اعمالك بس ما بعرف كل شيء فانا واثقه من الاعداد اللي اعطوني اياه فعفوا كثير يعني ما خربتي وفعليا لما قلت انه مسرحيات مصريه فقلت يمكن انه تكون مثلت مع عادل امام او سمير غانم لا تمام خلص بلا ما ترجعوا هوا ما نرجع مش صح لا مش صح وما تعتذروا يعني بعد مين المسؤول مين اللي عند خلف 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 الله يسامحه لا مخربت هم قالوا له سهير فات دخل سهير رمزي يعني فطلع معلومات عنها و يعني ما كنتش حابه يصير هيك موقف يعني شو بده يخطر لي انه مخربشين يعني انا قلت له سهير فهد فهو خلص ضل راسم بباله يمكن سهير رمزي نغم بعد 3 2 1 طبعا بلقائنا هيك الحصري والسريع مع الفنانة الأردنية العربية الممثلة القديرة سهير فهد فأهلا وسهلا فيك من جديد احنا كثير فخورين فيكي وكثير بسعدنا انه تكوني موجودة بفلسطين لحتى تصوري اعمال ومسلسلات درامية فلسطينية يعني انا بشكل عام بحب اكون موجودة بفلسطين دائما بحب اشارك بمعظم اعمالهم بضل على تواصل معهم بضل اسال عن اخبارهم نعم. شو اخر مسرحياتهم شو اخر مسلسلاتهم والحقيقه هم قاعدين عم بيعملوا شيء حيكون في له بصمه على الساحه العربيه بتوقع انه هاي هي رساله فنيه كمان ووطنيه طبعاً انه طبعاً. هي فلسطين. مغامره تحدي طبعاً. انك انت تيجي هون والوضع يمكن مش مستقر او لسه دراما في طور يعني تطويرها يعني اذا احنا ما وقفنا مع بعض مين بده يوقف معنا صحيح يعني المفروض انه كل الايادي تلتف حول هذه الدراما اللي انا جدا سعيده بانه انا موجود انا جزء منها يعني واحنا فخورين اكثر وان شاء الله كل اوقاتك بتكون سعيده ومميزه واعمالك بتحقق نجاح كثير كبير انت نجمه تربينا على اعمالك ونضل نكبر فيها اكيد ونتفاخر وحابه اتشكر مشاهدينا الاعزاء على حسن وطيب المتابعه لهاي الفقره الخاصه من برنامج عفوا والكاميرا الخفيه لا بشرفكم ما بيحكوا إذا أنتوا عارفين كلكم برافو بتجنني حبيتك